السلام عليكم، والله يمسيكم بالخير. كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. اليوم عندنا قصه، في واحد عنده 300 دينار ويبغى يشتري فيها اي شيء، يتاجر يبيع ويشتري. شاف طيور في السوق، قال بشتريها كلها، اشتريها بعدين اليوم الثاني او الثالث ادخلها للسوق وابيعها. شرى الطيور هذه وراح بها البيت. يوم راح البيت جاء من اليوم الثاني يتفقد الطيور، لقاها كلها ميتة إلا طير واحد، ويضيق صدره ويتعب. راحت المال اللي عنده كلها راح، وفزع للصلاة وصار يدعي: يا مقيث المستغيثين، يا مقيث المستغيثين، يا مقيث المستغيثين، ويدعي ويدعي. بعدها صلى، بعد الصلاة راح ونام. يوم جاء من اليوم الثاني يصحى ويسمع صوت الطير هذا البغبغاء يتكلم ويقول: يا مقيث المستغيثين، يردد الكلمات هذه: يا مقيث المستغيثين، يا مقيث المستغيثين. انبسط لفصاحة كلام البغبغاء هذا وانه يتكلم، اخذه يوديه للسوق وبيبيعه. وداه للسوق وشافته جارية الخليفة، شافت الطير هذا وانعجبت في الطير هذا، وراحت وبلغت امرأة الخليفة، وانعجبت هذه امرأة الخليفة بالطير هذا، أرسلت الجارية هذه تشتري منها الطير هذا، ودفعت فيه 10,000 درهم. عوضها الله. دعا الله في سجوده، وما يدري إن موت الطيور هذه خيرة له. والله عوضه 10,000 درهم، هو شريها كلها 300 درهم. وهذه قصتنا انتهت.